40 وافدا إلى محافظة نينوى من أبنائها العالقين في المحافظات الأخرى، تم حجرهم في أحد الأقسام الداخلية للطلبة بعد عجز الحكومة المحلية عن توفير أماكن مناسبة لحجرهم، الأمر الذي تسبب في إرباك كبير لعدم توفر الأماكن المناسبة والكافية للحجز أو الحجر الصحي. لم يصمد إحكام منافذ الموصل طويلا أمام تدفق الوافدين إليها، فالزخم الحاصل قرب مداخلها أجبر الحكومة المحلية على إدخالهم إلى أماكن لم تكن مهيئة قبل الآن للحجز أو الحجر الصحي. أحد المشاكل اللي تواجهها خلية الأزمة في محافظة نينوى ومحافظة نينوى بشكل كامل هو عدم توفر مناطق مناسبة للحجر الصحي. الآن نحاول أن نستغل كل ما هو موجود داخل المحافظة، سواء كانت من تبرعات مواطنين أو أيضا بعض الأبنية عائدة لدوائر الدولة من أجل استخدامها. أكثر من 70 وافد من أهالي نينوى والعالقين في محافظات أخرى تم حجرهم في موقع لا يمتثل للمعايير الصحية المطلوبة، والذي منعنا من تصويره من قبل خلية الأزمة المحلية ولأسباب مجهولة. قامت محافظة نينوى وخلية الأزمة بتخصيص الأقسام الداخلية الموجودة في المنصور لحجر الوافدين إلى محافظة نينوى، وكما تعلم كدائرة صحة نينوى نحن ليس لدينا الإمكانية لاستيعاب أعداد كبيرة. نعم نحن كصحة مستعدين لتقديم الخدمات الصحية لكل أهالي محافظة نينوى فقط، هذا الإجراءات التي نحن نستطيع أن نقدمها، ولكن كأبنية كخدمات إدارية وفندقية نحن ليس لدينا الاستعداد. التضارب في القرارات الأخيرة لخلية الأزمة أثارت انتقاد الأهالي، فما بين المنع الجازم لدخول الوافدين والذي أثمر عن خلو المحافظة من الإصابات بفيروس كورونا، وبين وضع جدولة لدخول العالقين في المحافظات الأخرى قد يتسبب بإرباك كبير لافتقار المحافظة لأماكن الحجز. هم أهلنا وناسنا من المفترض أن يدخلوا، لكن بعد هذه الإجراءات الصارمة يجب أن تكون إجراءات حقيقية داخل نينوى المتمثلة بالحجر الصحي. اليوم لا يوجد عندنا أماكن حجر صحيحة. بعد ما كان قرارات خلية الأزمة قرارات صارمة في غلق الحدود، تفاجأنا بقرار اتخذوه يوم أمس في إدخال المواطنين إلى المدينة. هل يا ترى يوجد مكان لهذه الأعداد التي تدخل المدينة وإحنا ما عندنا محجر؟ المئات من المواطنين سيدخلون إلى مدينة الموصل وفق الإجراءات الوقائية المتبعة بعد أن أكلهم حظر التجوال وهم عالقون في محافظات متعددة، فهل لحكومة نينوى إمكانية استيعابهم بمحاجرها المحدودة، أم هي الثقة التي دفعتها لقرار استقبالهم ذاتها التي حركتها لرفع الحظر جزئيا بقرار رفضته خلية الأزمة المركزية وبشكل قاطع؟ أنس الشرقي من الموصل، قناة رشيد الفضائية.